يقول: جئت من اليمن إلى المملكة مشيا على الأقدام، وفي الطريق أغمي علي وأدخلت المستشفى، وطلب مني المستشفى مبلغا من المال وأنا لا أملك هذا المبلغ، وهربت من المستشفى ولم أدفع، هل علي إثم؟ نعم عليك إثم، المبلغ هذا دين في ذمتك، فإذا حصلته، إذا حصلت هذا المبلغ فاذهب إلى المستشفى وادفع له هذا المبلغ.